بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي تنين. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة نغمان سوفلي كاروت لانتي. هذا الطبق ناريمان اعطوه لها صباحا مساء ما تكرهش منه. تمام سوتلا سي فري فوالا. راح حبيبتي راح الوصفه راهي اقتصاديه ومغذيه وبسيطه. فوالا يا العدس يا الجزر، راح نقدم لكم المقادير وشوفوا. عندنا نصف كاس تاع 250 غرام عدس، هذا راح نطيبوه من بعد. انا شم غسلته مليح وخليته بجيه من سي با لا بين تشمخيه. نص كاس عندنا 3 بيضات مفصولين صفار، 3 هنا والبياض هنا. عندي انا حابه نديرهم في دي مول هكذا صغار، انتي تقدري ديري في مول كبير، لكن عندك دي غام كبار كما خاصة رمضان داك وصفة يعني رائعة من رمضان. ديري في دي غام هكذا صغار، اطباق فردية تجيك احسن. عندنا الكمون ملعقة صغيرة، قليل من الفلفل الاسود، ملعقة صغيرة ملح، مكعب ماجي حبيبتي اختياري، تحبي تحطيه حطيه، تحبي ما تحطيش انت حرة. ملعقة كبيرة زبدة. نريمان تلت جزر، تلت جزرات، جزرات جميل اللون تاعهم رائع. وعندنا الجبن اللي عندك مرحي ولا المهم الجبن اللي يكون عندك في البيت حطيه، وتقدري ما تستغني على الجبن تماما لان الوجبه راه يعني قمه في الذوق مع بساطتها. نبدا على بركه الله. راح نحي هذو الليمون ما يستحقهمش. عندي دو كاسرول ولا وي كاسرول ولا طاوه كيما نقولها حنايا بالدارجه. نحكم الجزر تاعي نقصو عشوائي، هذا كل شيء راح يطيب كل واحد بجيه. نصف مكعب عفوا نقسم هنا نصف هنا نصف. نجيب العدس نزلو هون، قليل من الفلفل الاسود هنا ما نحط والو، هذا نخليه من بعد. قليل من الملح هنا ما نحطش ملح، نخليه من بعد. قليل من الكمون، زيد شويه كمون بيه. من بعد نبدا نخليهم كي نكمل الطياب تاع هادو. قليل من الزبدة هذا خليه نحتاجو من بعد. الآن نحط نغطي الكاسرول تاعي في زوج بالماء سخون. هنا العدس قيس ما يطيب لي العدس، هنا تاني نفس الشيء نغطي. هذه هي الكميه اللي لازمني. هنا حبيبتي تطيبيهم تخليهم يطيبوا حتى يتبخر الماء تماما، ترجع لك كيما ان بوري. راح تشوفوه من بعد ان شاء الله كيف راح العدس تاعك حبيبتي. لكن ماشي طيب مليح زيدي له شويه ما سخون، كي تلقيه ماشي طيب مليح زيدي له شويه ما سخون. لازم يكون يعني طيب خلاص باه نقدروا، خاطرش من بعد راحين نرحيهم ان شاء الله. انا نحط هذو زوج على النار ان شاء الله يطيبوا ونرجع لكم فيما بعد.
الان بعد ما طاب الجزر تاعي والعدس، العدس مازال سخون والجزر برد لي شويه، الان راح نرحيهم عفوا بالبغاء. بعد ما رحيت الجزر نفس الشيء للعدس. الان خلصنا من طحن العدس، هنخلط الكل مع بعض. نفس الشيء للعدس. صدقوني الوصفة هذه روعة. نخلط الكل، هزيد كمون، فلفل اسود يبقالي، الزبدة اللي بقاتلي، الملح. تذوقي حبيبتي وتشوفي انتي وحسب الرغبة تاعك. الان ندقت الملح مليح مزيدش، نخلي الخليط هون. حطينا الفرن تاعنا راه يسخن على درجة 180 180 درجة مدة 10 دقائق، والسوفلي تاعنا راح يطيب من 30 إلى 35 دقيقة فقط، لأنه كلش طيب غير البيض يعاود يطيب. نبدأ ندرب في البياض. الآن عفوا، الآن بعد ما دربنا البياض جيدا، شوفوا كيف طلع. نجيب الخليط الأول، عطيني سباتيلا ريما ستوبلي من فضلك. نحط الصفار استغناه الآن على، نخلط الصفار جيدا، نحط الجبن كما قلت لك حياتي الجبن اللي عندك. الآن جات مرحلة خلط، نحطها الداخل الأول كما في الحلوة حبيبتي. الأول تخلطيه عادي، كان شفاو درنا في القناة تاعي، عندي سوفلي تاع الفخوماج، سوفلي شوفلوغ، سوفلي شوفلوغ. مازلنا راح ندير لكم سوفلي كوسا ما درناش نريمان، وسوفلي البطاطا ما درناش. هذو لي سوفلي حبيباتي تقدروا تستعملوهم وتحضروهم لرمضان، طبق جانبي، اطباق رائعه وبنينه في نفس الوقت. ما لازمش الانسان تكون لحم دائما، تقعد عندك شوربه ودير اطباق كيما هذه والذوق صدقوني تحفه. فهنا ريمان تقول لكم راه بنين، يعني صح راه بنين. دائما تطلبوا لي ما جيم لي سوفلي سورتو العدس، ما شاء الله الفيتامينات بروتين. هي ولا في بلاص اللحم ديروا العدس. انا نهبط هذه خليط كامل، الفرن راه يسخن. شوفي ما شاء الله، دائما اختي لك حابه ديري كميه كبيره، ضاعفي المقادير.
نضرب لتحت ماشي نخلط مليح من التحت. شوفي الملح راه مليح ما نزيد والو. الان نبدا نعمر في الليمون تاعي باق راح يزيد يطلع شويه. لهذا قلت لكم مستحسن تكون اطباق فرديه احسن. انا نكمل ثانيه ونحطهم في الفرن مده 30-35 دقيقه. هو غير البيض يزيد يطيب كلش طايب. وتقدميهم كاطباق فرديه هكذا يجيب تحفه حبيبتي طوق ما شاء الله. انا نكمل ندهن الليمون تاعي الاخرين حبيبتي ونطيبهم ونلتقي ان شاء الله في صحن التقديم. وصلنا الى نهايه وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت السوفلي تاع العدس والجزر. هذه هي النتيجه النهائيه حبيبتي. تزيين كالعاده يرجع ليك. انا على قلت لك لازم تكون في اواني فرديه لان السوفلي يتاكل هكذا. شوفي مازال سخون هذا وين خرجته. صدقيني الطعم تاع السوفلي هذا يجي تحفه. ولكن حبيتي ديريه في مول كبير انت حره حبيبتي لكن ما عندكش لي مول كيما هادو. المهم وصفه رائعه جربيها فيها فيتامينات واقتصاديه سهله. نتمنى الوصفه تاع اليوم حبيبتي تكون عجبتكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. هذه هي وصفه اليوم. اذا اعجبتكم اعملوا لايك فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد الى وصفه جديده ان شاء الله.